تعال بسرعة. مسافة ستة؟ طيب طيب طيب، مع السلامة. خالد خالد، النوبة دايما تجيله بس المرة دي طولت. الدكتور قال أعطيله هذه الحبة لين ما يجي. يا أمي، هو دايما بيزم عليا لما تيجي له النوبة؟ لا، تيجي النوبة وتروح وهو ما يسأل عنك. غريبة، المرة دي ليه بيزهم عليك؟ خايفة، خايفة يقوم ويشوفك يتأثر من المفاجأة. خليك برا يا خالد ولا بعيد مكان. طيب، أنا أروح الغرفة الثانية، ها؟ إذا صحي وسأل عني أزهمون. أبغى أشوف خالد. صحيح يا شريف، تبغى تشوفه؟ أيوة يا صفية عبي، روح أزهمي أنت يا بنت. أبوي، خالد موجود هنا وتحت طلبك. موجود هنا عبي؟ أيوة موجود هنا يا صفية. تبغى تشوفه أزهم لك هو؟ أي خالد، خالد تعال. أيوة. تعال كلم أبوك. أيوة يا أبوي. أيوة انت جيت يا خالد؟ الحمد لله على سلامتك يا ابوي. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله على السلامة. انا بغيت اشوفك، الموت كان مسلط على نفسي. لا تقول كده يا ابوي، لا تقول كده. ربنا يعطي لك العافية ويعطي لك الصحة. ان شاء الله تعيش يا ابوي، تعيش على رؤوسنا كلنا، على راسي وعلى راس اختي وعلى راس امي. سامحني يا خالد، سامحني يا ولدي، أنا أسأت إليك كثير، لكن أقسم بالله العظيم راح أكرس كل وقتي علشان أرضيك وأكفر عن اللي سويته فيك يا حبيبي. استريح يا أبوي، استريح. تتكلم كثير يتعبك الكلام، خليك أخذ راحتك، استريح. لا يا خالد يا ولدي، أنا مو أتكلم وبس، أنا لازم أصلح موقفي منك. بإذن الله كل شيء راح يتصلح وما يدوم إلا وجهه. يا من أنت كريم يا رب. الحمد لله، الحمد لله يا أبوي. رجعت لعطفك وحنانك. يا أبوي أنا ما لي في الدنيا هذه إلا أنت. يا ولدي أنا إذا فقت واستصحيت شوي راح أزور مرتك بنفسي. صحيح صحيح يا ابوي، تتكلم من جد؟ ايوه يا خالد، انا سمعت انها مريضه وانك انت في ازمه ماليه. انا ارسل لك اولاد الشيخ ب10,000 ريال تساوي امورك المستعجله. يا ولدي لازم تشوف مرتك انت دحين. حاضر يا ابوي، ربنا يطول في عمرك ويخليك لنا. أنا هوا رايح أسوي كل الأمور، رايح أسدد كل فاتورة عزلوني أهانوني فيها. طيب أولادي أبغاك تروح تشوف مرتك. حاضر حاضر. إذا كان ممكن يا خالد أنا وعبير رايحين نزورها في المستشفى ونسلم عليها. طبعا ممكن، راح تفرح فيكم وتحطكم في عيونها. عن إذنكم أنا رايح لها دحين. أنا شفت الموت يا صفية، حسيت بالعبرة في لحظة إلهية متجلية، ربي أكرمني بها، أراد أن يوريني طريق الحق والصواب منه، لكن إن شاء الله كل شيء راح تصلح. وأنا أحب أطمنك يا صفية خلاص إنه كل شيء راح تصلح ويرجع زي ما كان. الحمد لله.
في البر، في البحر، في الجو. السباق ليس سهلا أبدا. في البر، في البحر، في الجو، الاثنين 7:30 مساء على ذكريات. أبطال حبيناه، وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفائز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. يا الله عشان ربوع بلادي الأربعاء 7:30 مساء على ذكريات. نتحدث عن طبيعة المرض، طبيعة المريض، المرحلة التي وصل إليها. السن، حسب الجنس، طبيعة العمل والحياة إلى آخره. ده أسلوب الحياة السليم اللي يخفف كثير من مشاكل الحياة. الطب والحياة الثلاثاء 7:30 مساء على ذكريات. يا منى، هذه أمي وهذه أختي عبير. أهلاً وسهلاً. أهلاً. جو يسلموا عليك، جو يحطوك في عيونهم الاثنين وغمضوا عليه. والله يا بنتي انت رايحة تصيري زي عبير بنتي وأكتر، وربنا يشهد على كده. أنا ما صدقت إن الشمل راح يتلم، وكنت أتمنى أزورك في ظروف أحسن من كده، لكن الله ما أراد. إن شاء الله تخرجي بالسلامة قادر ربنا، وتقعدي معانا في البيت الكبير، وأربي بزورتك إن شاء الله. أدعي لي بس أنت يا عمتي، أدعي لي، دعوتك مستجابة بإذن الله. وأنا كمان يا منى سامحيني، والله ماني عارفة أودي وجهي منك فين،
أنا آسفة، أنا آسفة إن إحنا تقابلنا في ظروف بطالة، لكن سامحيني يا منى. سامحاكي يا عبير، سامحاكي من كل قلبي يا أختي. صدقوني أنا ماني عارف نفسي أنا في حلم ولا في علم. الحمد لله، الحمد لله إنك رجعت لأهلك يا خالد ولأمك وأختك، ولقيت لي أنا كمان أهلي. أهلي هم أهلك يا خالد. الله، أنت بتبكي يا منى يا حبيبتي؟ لا تبكي، من فرحتي بيكم يا عمتي. لا تقولي يا عمتي، قولي لي يا أمي. أنا أحب أسمع الكلمة هذه من شفايفك يا روح قلبي. يا بنتي أنا ندمانة أني ما شفتك إلا دحين. بالعكس يا أمي، حتى لو شفتيها من زمان رايحة تحبيها، رايحة تحبي منى يا أمي. منى روح نقية، منى روح طاهرة، منى جوهرة مكنونة، جوهرة مسنونة يا أمي. دائما الابتسام على وجهها حتى في أصعب الظروف اللي واجهتنا، خلتني أجابيها، أجابيها بقلب قوي، قلب كبير، كانت معايا في كل خطوة من خطواتي يا أمي. والله يا بنتي أنا حبيتك من أول لقى بيننا. وأنا كمان. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا منى. مع السلامة يا عبير. مع السلامة. مع السلامة يا أم. شريف يا أخويا، بس المهم زي ما قال لك الدكتور لا تجهد نفسك ولا تتعب قلبك. أنا خلاص يا إبراهيم، ضميري مستريح، صححت موقفي من ابني ورضيت عنه، هو واحد أخذ منا حاجة يا إبراهيم أخويا. تعرف يا إبراهيم، ده شريف أصبح حاجة تانية، ما عاد شريف الزمان الأول اللي يشخط وينطر، ده حتى بيسمع أغاني، واحنا اللي كنا نوطي صوت التلفزيون للاخر من خوفنا منه. عجيب، سبحان الذي يغير ولا يتغير. وعارفين دحين انا رايح فين؟ اشتري المنى زوجة ابني عقد ما قل ثمنه عن 15,000 ريال في اول زيارة له. مو معقول. وليش لا؟ انا وعدت خالي اني لما اخف اروح ازور مراته إلا ما شفناها إلا بعين الغضب، وكمان مو معقول أروح ويدي فاضي. تقول إيش؟ عمي بخيل؟ تعرف يا شريف، أنت رديت للبنت اعتبارها لما بلغها إنك أنت رايح تعالجها في الخارج. وده اللي راح يحصل بإذن الله، راح أروح المستشفى وأجمع لها أكبر دكاترة في البلد يشوفوا الحكاية دي، ده أقل واجب يا ناس. كريم، طول عمرك كريم يا شريف يا أخوي. دي حبة العقدة الواحدة يا إبراهيم يا أخوي ما تساوي دمعة من دموع العذاب اللي شافتها هي وابني. دي علمتني كيف يقدر الإنسان يكون إنسان. حبها لابني نادر يا صفية، نادر، ما في منه ولا في القصص والأساطير. أنا خارج يا إبراهيم دحين. طبيعي، وابتسامتك
سمتك غريبة اليوم يا منى. خليك جنبي يا خالد، خليني أملى عيوني من عيونك. منى خلاص، خلاص يا منى، الفترة خلاص قربت. راح تولد إن شاء الله، تصير فرحتي فرحتين يا منى، فرحتين، فرحة بولادتك، فرحة تانية بقيامك بالسلامة. منى حجينا، حجينا بيبي صغير نفرح فيه. يا ريتني أقدر، أقدر أعبر لك عن فرحتي فرحتك يا خالد. أنا سعيدة لسعادتي بسعادتك يا خالد. أنت كنت بتقول، كنت بتقول أن وجهي بينور. نور، نور غريب، نور أول مرة في حياتي من حد ما شفتك أحس بالنور هذا. ليش؟ ما أدري. أنت جنني يا خالد، بحس، بحس أني أقوى من المرض، أقوى من الألم. دنا، دنا يا خالد. أنت إيش يا منى؟ أنا حاسة إن الكلام مش بيخرج من شفايفي، لا ده بيخرج من قلبي، من أعماقي يا خالد. دنا، منى، أنا منى، أنت حاسة فيش؟ لا ولا حاجة. الزهر، الزهر اللي قربت أولد. منى، يا أقدم لك حياة، يا أسيب، يا أسيب أنا الحياة. منى، 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 دكتور، دكتور، دكتور. بونسوار يا أستاذ. يلزم خدمة؟ نبتدي مع سيادتك الرحلة. ينام كل البيت وأنا أتسلل إلى الخارج وإذا بأخويا فضل متربص لي. موسيقار الأجيال. صابي بيغني صوته جميل، ما عرفتش بقى أنه عبد الوهاب إلا بعدين. محمد عبد الوهاب، ألحان وأغاني أثرت العالم العربي. فضلت أجري 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 لغاية لقيت نفسي إني أنا راجل إيه، مقواد مجنون. يا صلاة، فن لا ينسى. يا صلاة الزيت على الكمرى، يا صلاة. النهر الخالي، الأحد 11 مساء على ذكريات. يا عيش ورعنا، أنا كل شيء أسمح لكم أنت وهو إلا الزقاير. عيشة أنت تشربين زقاير؟ أنا ما أسمح لك تكلميني بهالطريقة هذه. شلون لبست هذا؟ جبت اللص، أنت مالك إلا دروسك بس. يدخن وهو يدخن، يقول لا تسهر وهو يسهر، يقول لا مات. شو الكلام اللي قاعد تقول عن ابوي؟ انا مفنشها ولا انا قاعد بهالدار. يا ابونا وامنا يا سند. الى ابي وامي مع التحيه يوميا 6:30 مساء على ذكريات. مرحبا بكم الى المعلومات، مرحبا بكم الى الثقافه. العاب الاطفال، لعب الاطفال، وحيوا الفريق. الحقيقه في منافسه طيبه بين الفريقين. معركه حطين، لا طريقه برايل، طريقه برايل. تحيه للفريق. مسابقه، مسابقه.
مسابقات الأحد 7:30 مساء على ذكريات. مسابقات المنظمة بين طلاب المدارس صهيب الرومي رليل. إجابة موفقة في مختلف العلوم والفنون والألعاب والمهارات الرياضية. ستقدم جوائز قيمة. برنامجكم مسابقات خفيفة. مسابقات خفيفة الخميس 7:30 مساء على ذكريات. انت ما شفت جوزها كيف خرج هو زي المجنون؟
الله يصبره، أكيد كان بيحبها كثير. طبعا بيحبها بشكل غير معقول، هذه حياته، من غيرها ما يقدر يستغني عنها. الله يكون في عونه، الله يصبر قلوبها. الله لطيف. منى فينك يا منى؟ فينك يا منى؟ فينك؟ ماتت منى، منى ماتت، ماتت منى، ماتت، ماتت منى، ماتت، ماتت منى، 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 ماتت، منى، 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 ماتت، ماتت، منى، ماتت، ماتت.